جمال شتوان مع عمر أبناء وهران نحب مدينتنا، وعندما نقول أنا وليست بالأنا التي الجمعيات والتنظيمات والمكاتب الولائية ولجان الأحياء كلها وقفت على قدم وساق، ومنذ تقريبا شهر ونصف ونحن نحضر من أجل أن تكون هذا المنظر. بلدية وهران نظمت هذا المعرض الذي سيدوم 5 أيام، يحاكي موروثنا وتقاليدنا ويحاكي أصالتنا وتراثنا في وهران. يوم المدينة هو يوم نعتز به نحن لإبراز مقوماتنا وأصالتنا وقيمنا في المجتمع إن شاء الله. وأيضا هذا اليوم بتوأمة مع القدس، ونحن مع فلسطين دائما ظالمة ومظلومة، ونقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، وسنكون دائما سند وعضد له إن شاء الله. المنظمة الوطنية لحماية التراث الثقافي والتنمية السياحية، تمت مشاركتنا اليوم بفعاليات الجمعوية من بلدية الثقافة والممثلين بلدية وهران، افتتاح هذا العرس. كان الحضور قوي للبيوت الوهرانية والأكلات الشعبية والحرفيين من الأعمال والأشغال اليدوية. كما نشكر القناة فراس على استضافتها، ودائما رائدة معنا في جميع المجالات. هذه الكلمات الهادفة. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.